المشاركه ديالك في هذه الحفله؟ بصراحة أنا فاجأت من المحمدية عندها جمهور عريض بالنسبة للسكينة ديالها وبالنسبة للزوار. المحمدية معروفة بالسياحة ديالها الصيفية لأن المحمدية عريقة، مدينة عريقة لأن كانوا كيسكنوها الناس. المحمدية واش مازالين معنا؟ واش مازالين معنا؟ الفنان الرائع صاحب الصوت الذهبي ابن مدينة الزهور ابن مدينة الفن الفنان خالد حنطة. وغادا بواحد النوبة طالع ان شاء الله ولا الناس الى بفضل هذا السيد العام اللي حاضر دابا اللي كاين معانا طالعين الله شكرا يا اخويا.